السلام عليكم الاخوان، مزيانين بخير اخوان. دابا حنا في القلعه. القلعه هي هذه، كنصور لكم من الفوق. دابا الدخله ديال القلعه راه كما شفتوا قبايل. دابا القلعه كتكون من 12 ديال الابراج، 12 ديال الابراج، راه واحد، راه جوج، ثلاثه، راه اربعه، خمسه، خمسه، سته، سته حدايا واحد البرج. الداخل ديال القلعة، الجزء الثاني ديال القلعة، الجزء الأول هو هذا. والقلعة يعني مبنية على شكل طول أكثر من العرض، طول ديالها. هذه هي القلعة، ما يحيط بالقلعة هو هذا. ها القلعة، هذه الشيء روعة والله، شيء روعة والله. كما قلت من قبيل، راه الناس راه هزوا السيارة ديالهم من تحت وطلعوا. شيء روعة. هذا في اسمه قصبة أمرقو، واللي بناوها هم المرابطين. المرابطين هم اللي بناوها بعد سقوط الدولة ديال الأدارسة. قامت الدولة المرابطية التي أسسها يوسف بن كشافين رحمه الله تعالى. وهذا يعني السد ديال ورغا، الواد ديال ورغا هو السد وحده، يعني الواد هذا كيخوي في سد وحده، سد كبير تبارك الله. يعني خصوصا الإقليم ديال التمرات معروف بهذا الشيء ديال السدود وهذا الشيء ديال القلعة. كما قلنا القلعة كتكون من 12 ديال الأبراج، 12. قال لك القلعة في الأول يعني تبنت باش تكون يعني السكنة، ومن بعد يعني تحولت لقشلة، قشلة عسكرية. يعني هنا كانوا كاين بعد يعني أواخر سقوط ديال الدولة المرابطية قامت الدولة الموحدية. وهناك التجؤوا يعني التجؤوا يعني المرابطين كيتحصنوا في هذه القلعة وكيهاجموا على المرابطين، كيهاجموا على الموحدين. وهذه القلعة يعني تأسست في القرن الحادي عشر، الرابع عشر، قال القرن الرابع عشر، يعني دابا الأعمار ديالها على ما أظن 8. هذا هو الجزء الثاني ديال القلعة. القلعة يعني تبنت على في شكل طول أكثر من العرض، يعني واحد التصميم هندسي واعر. وهذه القلعة يعني كما تعرفون أنها تقع في إقليم تونات، وقريبة جدا من إقليم فاس. وهذا الجزء الثالث ديال القلعة، والأبراج المتبقية هما هادو. صافي، مي استولى مولاي عبد الله الموحدي، مي استولى على فاس، يعني أخذ القلعة. وديك الساعة القلعة مبقاش الذكر ديالها إلا في بعض المناسبات قليلة. هذه هي واحد المطفية ديال الماء بحال البيسين، هادشي بحال ديال البيسين. الناس اخي كانوا عندهم كيفكروا، مهندسين كانوا. هذا السد، هذا هو السد ديال الوحدة، هذا سميتو واد ورغا. تبارك الله، كي هادشي كيهود من فوق، كيجي من القنطرة ديال ورزاق، وهادشي كيخوي هنا، تزاد فيه الماء تبارك الله. هذه القلعة كما كتعرفوا كتقع في جبل، جبل سميتو أمركو، هي سميتها قصبة أمركو. هذا هو الدوار ديال أمركو، جماعة مولاي بوشتا خمار. هنا كي السيد ديال مولاي بوشتا هنا كي يقعوا لتحت. حاصين هي ذراعك الماء.
زعما هاد القلعة هادي واخا تصور يعني ما. يعني اللي يعيش اللحظة هو اللي هنا وصافي، هذا هو كيعيش اللحظة. غنمشيو للجزء السفلي من القلعة. مزيان مزيان. هادشي خطر، القلعة كيفاش نعمة الجهة السفلية، يعني تطل على الواد ورغا. حاجة كاس ما إلى جنة وما إلى نار. سي سفيان شني كتعرف لها القلعة؟ ولا يا سيدي ايوا نزيدك معلومة من هذه القلعة من أسسها المرابطة على الدول المرابطية كثرت عليها بقات لها في التاريخ. اتق الله لا والو فرق كبير بين ترابي وترك. ذكر ربنا الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه سلام الله خفيفة في اللسان ثقيلة في الميزان حبيبة للرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيء زوين. شاهدوا الفيديو حتى الآخر. مرحبا سي وان كملوا ونرجع عندنا. يعني هاد الواد يعني هاد السيد يعني كيحتاج لهاد الزيارة، وهاد القلعة كيحتاج زيارة، يعني شي راه واعر بزاف. لا نحتاج نقول لكم غنسالي ان شاء الله هذا الفيديو. لا اله الا الله هذا هو الجزء السفلي ديال القلعة الذي يطل على واد ورغا الذي يكب في سهد سد وحده برصد كاين وقيله في المغرب وقيله ثاني سد وقيله على ما اظن في افريقيا.